أي تقريب بالعصا وأنت قاعد أو أنت راكب الخيل أخرى داخل بوديك داخل بوايك إلى آخره أو مركبة موجودة قدامك يحتاج التحكم باثنين مو بواحد، بمعنى اللي أنت راكبه السيطرة عليه سهلة بالقود ولغة جسد وغيره أو في الركوب، واللي قدامك سهل توخري عنك بسهولة لو بغيت يدك بلغة جسدك بطرف النقود إلى آخره. إذا كان اللي قدامك مثل متحكم فيه ممكن تضمن هذا اللي أنت راكبه واللي أنت قاعده، لكن ما تضمن الثاني يعور نفسه أو يندفع عليك يعورك لو مركوب أو مقيود، تكون رد واحد والثاني لا خطأ. واللي أنت راكبه إذا ما كنت متحكم فيه سواء اللي قدامك متحكم فيه أو لا كارثة، لأنك اللي أنت قاعده إذا ما تحكم فيه عورك بالضرب والهبد وغيره، وإذا أنت متحكم فيه وراكبه طيعك وخل توازنك. فالأصل أنك تتحكم باثنين. بعدها بشكل أقل أهمية أو أقل صحة أن يتحكم باللي راكبه أو قاعده، بس اللي قدامي لك عليه التحكم. آخره هو أسوأ شيء أو قبل أسوأ شيء أنك اللي أنت راكبه أو تقاعده أنت متحكم فيه، الثاني متحكم تحكم مقبول. أسوأ شيء أنك اثنين كلها أنت متحكم فيها وتقربها من بعض وتجيب العيد ثم تصور تقول شوف عدم تحكمك. الهدف هو أنك توضح مدى تحكمك بالفحلين درجة أنك خليت الوضع الصعب يبدو سهل. أما تقريب فحول من بعض وينتهي بك المطاف تفقد التحكم بهما، أصبح المقطع إثبات لسوء ركوبك بدل ما يكون إثبات لصحة ركوبك.